وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأية الشيخ محمد في بعض الأخوان في بعض المساجد يقوم بقفل إيش؟ قفل الميكروفونات بعد إيش؟ إقامة الصلاة. إيش؟ يقوم بقفل الميكروفونات بعد إقامة الصلاة. نعم. باحتجاج أنهم لا يزعجون أصحاب الحي. فتناقشنا مع بعض الأئمة معهم قالوا لا بد أن نحن سمعنا فتوى أو قرأوا فتوى لفضيلة الشيخ محمد أفيدونا بذلك، هل هذا صحيح أو لا؟ فتوى إيش؟ أن قفل الميكروفونات بعد الإقامة. نعم هذا صحيح، نحن نرى أن لا ترفع الصلاة من المآذن في الميكروفون لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا، لأن أهل البيوت قد يكون الإنسان مريضا يريد أن ينام، وقد يكون عنده صبيان ينزعجون من هذه من الصوت. ثم ما الفائدة من هذا؟ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟ هو يصلي لأهل المسجد، إذا ما الفائدة؟ وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ذات ليلة ورآهم يصلون ويجهرون، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أما الإقامة فلا بأس، على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة، لأن الإقامة بمكبر الصوت من المنارة كأنه أقام في المنارة، والإقامة للحاضرين، لكني أرى أنه لا بأس بها الإقامة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس، لا سيما في الصلاة الجهرية. وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره، وكل هذا واضح مفسدته. نعم.